بإيدنا كلنا سر كبير، وكل إنسان في سر، ومن البيان لسحرة ولسر كبير. هلا هالسر لحوي هون، ما زال في إنترنت يا أخوتي، وما زال في عنا عشق إننا نتعرف على الحقيقة اللي فينا، وفينا انطوى العالم الأكبر، ما حدا في يمنعك. كلكن أشطر مني، ولد عمره سنتين أشطر مني بها، مركبين على الأولاد. هلأ عم بيجربوا يشوفوا كيف بيقدروا يقتلوا الإنسان، بنوع خاص بلبنان بتعطي اسمه اسم أمه فلان. يا عمي ما كان بشي، امبارح كان ماشي بالحي، شو صار له هيدا؟ وقع القلب عنده انفجر. يا خي ليش عم بيقوصوا هلا بالأشرفية؟ ما بشي كان هالصبي، مدري كيف ضربته سيارة. لحصرها ما حدا في يمنعه عنكم. قال جون كينيدي، قال رح تصدقوني من بعد ما تقتلوني ورح أقول هالكلمة، وحط هالسر. ما فيكم تشيلوا. هلا رح تشوفوا في دايما علم اعداد نمبر، لو بتضل سنه بتضل احكيها، علم عدد نمبر ولتر وحرف، علم ابدان واديان، ما فيكم تمنعوا هيدا بالقران الكريم بالاسلام بالفطره، ما فيكم تشيلوا. انا اهلي ارمن ومسيحيه، وبتعرفوا كيف لما بتخلق اسمي تيريز بيسموني ماري، اسمي ماري بيسموني جانيت، بيسموني اسم هي المعمودية، وبيرجعوا هلأ صار عمري 11 سنة كمان بيرجعوا بيثبتوا المعمودية. هلأ هالمعمودية هي الوضوء الأكبر والوضوء الأصغر، التيمم بالمي. ليش المي؟ ومن تحتك سرية. شو هالطاقة القوية بالمي؟ ما بقى في أنا بجسمي 70% مي، صار كله غازيات ومشروبات ونانانانانانانانا، مجرير مجرير عم نشرب وناكل. بشو منشيله؟ بهالعلم بالنوايا. حدا بيقدر يمنعك؟ ابدا. وبيساندك المحيط، بيساند الموجه والموجه بتساند المحيط. ليش اليوم بامريكا عم بيحكوا عن مارلين مونرو؟ ليش نحنا شلنا الواو حطينا الواوا؟ ليش بناتنا هالفنانات كلهم بهالشكل؟ يعني أنا ما بحضر تلفزيون بيسألوني مني هاي ومني هاي، ما بعرفهم هالفنانات. هلا صار عم بيستقبلوا الناس تزقف كلهم، ما بفتح تلفزيون ما بعرف. أنا عندي عشق للكتاب، بقرأ وبسكر، وما بقرأ غير أوشو قليل، ميتشو كوشي، لأنه عنده العلم، هاي من عنده علم أبدان وأديان. أوشو قال ما في وقت لعلم البنية، خليها تنهد، بدي أنزل على الأساس، وهي الصوفية ما قبل كل الديانات، أهل الذكر على منابر من نور، هاي الصفا والمروة. فإذا هلأ علم أبدان وأديان لحو بإيدك، هي المفتاح. أنا بعطيك مفتاح، إذا أنت ما فتحته رح يضل شقفة حديد. وقت اللي مرقص مريض عم بيموت بالسرطان، شفتوا عنه؟ خدوني على الصحراء، أنا بموت هوني، عمره 24 سنة، هلا لا أمه لا بقى تجي تركيني موت هون بالصحراء. أول يوم ما أكلت، ثاني يوم ما أكلت، ثالث يوم ما أكلت، ربع يوم ما أكلت، خمس يوم ما أكلت، ما عم بيغذي السرطان. عمى ما اليوم نسيت البس صرميتي، جبت جيت حيفي من البيت بها. اجت حشرة وطلعت على اجره هون وصارت تمشي حيفي. عمى طلع فيها لقى في وحدة تانية جايبت له ورقة خضرا.
صار ياكل. وقفت وحدي هالنملة طلعت اكفي. صارت تطلع النمل والصرصور والفراشة، حشرات طبيعية جايبة نبات طبيعي عشان ايده طلقتها اجروا وياكل شو جيبوا له. هيدي تخلط هاي مع هاي وهيدي تخلط له هاي ثلاث أربعة أيام خمسة أيام جمعة صار يمشي وقام يمشي معهم يطلعوا فيه، صار يجي العصفور، صار تجي الحمامة، صار تجي المعزاية، صار يدلوه على الحشيش اللي طالعة بالصحراء وعلى الصخر. عم شو هي؟ أنا كنت عم موت، شو هالسر؟ حكمة الرمال، خمس كتب كتبتها، The Wisdom of the Sands، كتاب الحكمة، الإناء، البلاء، الذكاء، الصفاء. بدي أعملهم سبعة لأوباما إذا كنت خايف من الحمسة رح يصيروا سبعة. صار يمشي، صار ياكل، صار منيح، بس ما يفهم عليهم. ستنا عائشة كانت تفهم على الطبيعة، لأنه الطبيعة بتحكي جنين وجع الحبيب قال لا إله إلا الله. أنا كنت أسأله يعلمنا الأبونا يا حبيبي منصور لبكي، علمنا هيك مسيحية وكذا وغيره من طلياس. طيب شو في قبل؟ وفي البدء كانت الكلمة، شو في قبله؟ ما بيعرفها إلا الكاثوليك، الفاتيكان بس. هلا قلت الكاثوليك، قلت الفاتيكان والمسلم والمسيح واليهودي والبوذي والكريشنا ومرشدا وكله، لحني وفيك انطوى. قام مرقص راح على مكتبه دفع دولار مثل بالأردن هيك فيه شومان، حبيبي أنا شومان ألف نون خمسة، وصار يكبر فود كومبينيشن. بعدين قالوا له هالعلم من عند الإسلام، قال له مين؟ إمام علي. عما بالدين موجودة؟ يس، هي إز فيري ناتشرال. تعرف عن ناس عرب وهيك قالوا نحن نعلمك، تعال هي مع هي، هي مع هي، هي الخلطة مع هالخلطة، هيدي لوحدة هيدي ل... جيب طب الإمام علي ولش بده يحكي، كل الأمراض بتصح بهيك. قالوا له بنقتلك، قال لهم بتقتلوني إيه بس انطروا. شافوه ما فيني إلكون، بتقول عمره 18، عضلاته كلها هون حلو كتير وشعره وكله هيك، قال لهم بتقتلوني بتاريخ أنا بحدده، بأي تاريخ صار في ناس معه وناس ضده. قال له شو بدك تقتلهم؟ قال له يا خيدي هيدا بهد أمريكا والإف دي إيه، هيدا زلمة عم بيشفي كل هالأمراض هيك. وجاب، نحن بنقول لقش بدوما بلبنان، جاب مكنة بتعصر على الإيد، ما في كهرباء أبدا، بيعصر لك عصير وبيعطيك، وجاب مكنة بتبرمها هيك على إيدك تحت اللي تحط فيها القش، يعني نحن عن القش بنقول له الخشبة اللي بتطلع من شجرة الصنوبر. إذا أنت عندك أرز، أنت عندك صنوبر، أنت عندك زيتون، أنت عندك غار، هالخشبة اللي بتطلع وهيك بتشم ريحتها مثل هيدا اللبان. نحن يبقى عندنا شهوق الأولاد ياخذنا بي على الصنوبر يولع القش كلنا مع بعضنا. إذا واحد عنده صفيرة، النايم اللي عنده صفيرة ما إلك عيشة إلا بعد تشيشة، ما في فاكسينيشن، ما في تطعيم أبدا، كل التطعيم بتجيب أمراض وشلل وأشياء نجربه بالإنسان. فإذا هالرجال إمتى قال لهم اقتلوني لحو التاريخ؟ أربعة أيام مربعة، هالأربعة أيام كانوا
أي سنة؟ 2012 كان صار في 5 أيام السبت ساتردي وخمسة أيام ساندي وخمسة أيام ماندي ساتردي ساندي ماندي دي 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 سبت سبت أحد أحد والتنين التنين هيدي كل 824 سنة بتجي هالتاريخ والتاريخ هيدا العدد عدد الإمام علي The Arabic number بس هيدا شيعي يعني بعدنا هيك بكيف هيدا سنة هيدا شيعي الأرابيك نمبر وقت اللي بتكتبوا ورا فرجيكم شو فيها أسرار غير السنسكريتي 1 2 3 4 هلا بيقول بهالأربع أيام يلي بيجوا كل 824 سنة الإنسان بيتوحد مع الواحد لحد إذا أنت عم تسمع لقلبك أنت استفتي قلبك ولو أفتك شو هن هالأعداد؟ The numbers لحي بيقول نحن ما بدي الألوغاريزم هودي الخوارزمي كتير منيح ولكن بدي الأعداد يلي 1 2 3 4 الخوارزمي ما حط الرومان نمبرز أبدا الألوغاريزم الخوارزمي حط علم الأعداد العربية خبرتكم أنا ابن عمي اللي عم بحط علم الخوارزمي وأرمني وكل نتفة لا إله إلا الله مش بيسيس لا بيس نستير خبرتكم القصة يعني كيف فات بهالسر الكبير بدري وهلأ السي ان ام بنقتلك إذا ما بتعطينا هالسر قال لهم أبدا هيدا سر من الله أعطاه للمحمد المسلمي ما بدي يخلي فقر بالعالم وهلأ ما بنعرف وين هو بس العلم والحقيقة ما بتموت ما تجربوا تقتلوا الحقيقة بتاخذوا جسد مش أكتر تراب هلا هيدا واحد شوفوا فيها زاوية وحدة اثنين فيها اثنين زوايا كورنر الزاوية أهل الزاوية يا حبيبي أنتم بفانكوفر ما بنساكم إذا بدي روح لمطرح بروح عند الزاوية بفانكوفر ثلاث زوايا الأربعة أربع زوايا اثنين 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 بدماغك بقلبك اثنين اثنين واليوتانيسيا الاستخارة هلا هيدا علم الإسلام يعني علم بخوف يعني هول المسلمين العرب ما بدنا هالعلم يعني هودي حشود لازم ما فيكم سيعود ولو على يدي كافر هلا الخمسة نعم 1 2 3 4 5 خمس زوايا 1 2 3 4 5 ستة 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 زوايا بعدين ما بين القوسين 8 علم المثمن the right of 8 اللي طلع فيها الإمام علي وقال إنه من هالباب بتفوت أعلى من 7 ألوان قوس القدح مشان هيك هاللون اللي بتشوفوني أنا أكثر شيء بلبسه هيدا مش مارون يعني مرمرون وماروني هيدا الظهر أرحنا يا بلال طلع فوق 7 وفات بهيدا اللون اللي ما بقى في شيء بالأرض إلا دعاء الطائف توحد هون حي ما حي ما تزد أبدا هلأ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الخمسة هي بالنص الخمسة هو علم كوكب فينوس شعره أحمر مشان هيك ستنا عائشة كانت تفهم لغة الدنيا ولغة أمك الأرض ولغة الآخرة 9 ستار كي ميتشو حط هالعلم ووقت اللي مرقص تعلم قال لهم بتقتلوني 12 12 12 كيف بدهم يقتلوا كتبوا وانتشرت الانترنت اليوم اكبر مصيبه الاطفال بيعرفوا يلعبوا فيها وبتشوف شو ما بدك عنده اياه بهالعلم كيف تقدر تكون انت واحد موحد مع امك الارض وين ما كنت انا بلبنان بضيعه تنقول دوما بدي اكل من دوما فيني امشي عبشعله ايه بروح باكل ببشعله فيني امشي حتى سابع جار هونيك ايه امشي وروحي كنا نمشي من ضيعة لضيعة بس نوصل على الضيعة افتحوا تمكو شوية عرق
باليونان وقت اللي رحت هيك كلكم هيك هون انا احنا بالضيعه نعم اوز. هلا هيدا الصفر انتبهوا never late to learn دايما. فاذا اللي بيروحوا على الحج بيفوت من هون بيطلع من هون طواف اخر شيء اخر اي اكبر شيء وتطلع بتفوت ميت تطلع حي parallel صفا ومروة دائرة يعني على طول انت عم بتدور مين بيتغير؟ الدوران بس العزقة ما بتتغير الحقيقة نظام ثابت constant law طواف تغيير نظام ثابت كل لحظة بين كل نفس ونفس بين كل نفس ونفس بين كل نفس عم نتغير هلا لحي هالسر هيستوري ميستوري بس تقول اخ فوت على المطبخ اخ ضيعت عمري تستاهل يا جاهل ضيعت عمرك وين ضيعته يا رباح عم فتش على حالي روح راحتي في خلوتي جوا هلا شوفوا هاف هيستوري تيتشر اكسبلين ذس ممنوع تاريخ ما حدا بيقدر يشرحه تاريخ يلي هو تاريخ الحقيقه تاريخ الاخ شو هالقصة بين كندي وابراهام لينكولن؟ بيو لكندي هو كاثوليك يعني نحن بدنا كاثوليك بامريكا هون بدنا مارونة وشيعي وسنة ما هيك؟ مارونة بيقعد على الكرسي هلا الكرسي ما فيها مارونة مين بدنا نجيب؟ وحدة من الجنوب وهونيك على الكرسي مين بدنا نجيب؟ هيك شيعي شيعي ما عملوا بإيران بين السنة والشيعة قام فات واحد اللي هو بده يحكي حاطط صرميته تحت باطه قال له ليش حاطط صرميته؟ لما خليته برا؟ قال له بركي شي واحد شيعي سرقه قال له ليش عيم الحبيب ما كان في سنة شيعة قال له خلص المؤتمر العلم كان بإيران الأرمن بإيران ما تركوا إن شاء الله بده يرجع إيران قرآن سمعان فرقة عدنان كلها ألاف ونون وثلاثة سر بهالديفينيتي اوف ترينيتي سر كبير ما بينقال يعني لأن شو ما قلت مثل قال لاوتسو شو ما كتبت كذبة لأنه وفسر الماء بعد الجهد بالماء عطشك اللي بيفهم هلا بيقوم بيو لهي مثل كل واحد عندنا دخلك يعني في شيء منه محصور لهي ولهي ولهي تعال على لبنان وشوف مين هي حصر مين آتي مين رايح مين جاي مين آتي هيدا حصرها هيدا حصرها هيدا حصرها بيقوم بيو بيحصر الوسكة بيجيبها من كان سفير ببريطانيا تحت تصرف جوزيف كينيدي بيو تا أنا أقول ابني ولا خيي ولا جوزي ضل يشربوا السكر شو بقول الله لا يوفق اللي كان السبب الله يلعن اللي كان السبب وجاب هالمشروب وهالوسكة لهون نقدروا كلكم بيعوها حتى ترخص أسعارها ونقدر نحكي عنها ما فينا نحكي عنها لأنه هذا فلان يعني كندي إجا ابنه رئيس جمهورية وقال رح تتذكروني من بعد ما انقتل وموت العالم عيلة وحدة الحقيقة ما فيكم تقلوها بس رح يجي حضارة تدمر هالحضارة ونرجع كلنا في اللحين ونرجع كلنا أخوة بالله يا حبيب قلبي جون كندي بنته كان هو رئيس جمهورية بقى تجي لعندي تلفنت قالت لي مريم I'm five minutes late يا حبيبتي يا كارولين قال معه خمس دقايق وأنا يعني بالبيت يعني ما عندي شيء ما بطلع الوقت من ذهب احترام وحكيت على جاكلين كينيدي قالت لي too late never too late أنا يعني ببيت الحاكم هالكرة الأرضية بعد تلفنوا له وحكيتها عن سر أربع كلمات لا إله إلا الله هيدي منا للمسلم وللمسيحي ولليهودي وللبوذي أبونا بربع الجرس عديله للملك فيصل بن عبد العزيز قال لي عندكم راهب بيعرف بهالسر جيت لهون وسألت راهب أنطوني قالوا لي إيه وهو مسلم قال لي في راهب بيعرف بسر التربية عنده إياه جيت سألت أبونا مارون هيك هيك قال لي إيه الحبيب طالع
بس هو بس لأنه ماروني، لأنه راهب أنطوني، لا لا ما تصدق. وأنا جيت لعند الياس سركيس بفضل راهب أنطوني، أبيتي رفيل الطيف، قال له جيبها المرأة، أنا كان عندي سرطان وصحيت، قال له عندها هالعلم. وجيت لعنده لقيت كل الناس جايين لعند فخامة الرئيس، قلت له انطلق، بهدلته. إجا عصام فارس وبطيارتك الخاصة، قديش كم قصر عندك يا عصام فارس؟ ببينه بينه بينه، شو عم تعمل؟ قال لي وقتها الياس سركيس ما عرفت ايش، ما عرفت مين بتضلي حدي، قلت له لا جبت اصحاب لإلي يلي بيعرفوا كيف موت الموت نموت. ليف اند ليف بيسفولي، ليل كثير لا بقى تسدوا حدا ولا يوجي ولا شيء ولا حدا، استفتي قلبك ولا وقفتوك ما حدا، انا ما بصدق الا هون. بس اجى وقت بيت مر ويم ونور، والكتاب ومر يم نور. الكتاب خير جليس ما فيك تمنعه. شوفوا هلا بين ابراهام لينكولن شو عملوا جوزيف كينيدي، عملوا تركيبه اعداد، هالعلم موجود عند الحبيب محمد وعند كتار من المستنيرين، وهلا العلم واضح. فرق 100 سنه بالاحرف بالاعداد بالاسماء وشو عملوا فيهم وكيف قتلوا. هلا عم بجربوا يعملوا هيك بحكام العرب برؤساء العرب، قد ما فيهم بامه العرب، حتى لهم خلفوا كثير. يا خي محمد اسرى بعبده وجاب ام ابيها فاطمه الزهراء فاطمه البتول، وعطيت وصيتها لعلي، وما حدا بيعرف وين قبره، وما حدا بيعرف وين قبر علي. شافوا شكوا انه هون قبره، لانه في واحد قتل الاسد، رجع راح الاسد تمرمغ بالتراب وصح، قال له يا خي دايما هون مدري ايش فيهم بعد تحت التراب. نبشوا لقيوا في جت بعدها مثل ما هي، قالوا هون اندفن علي، انه مسجد علي. لا علي حي منه من تراب، ابو تراب. كل اهل البيت هيك، الحسن والحسين وعلي وزين العابدين فاطمه الزهراء كلهم عم بحطوا سر كبير. هلا شو اخر شيء فات على تمه للحبيب؟ ليش اخذت المسواك؟ شو هي هالشجره المسواك؟ شاركته بالريق ما شاركته بالعرق. انتبهوا قبل ان يجف عرق وادفع للاجير اجره، وجها لوجه بتقول له الغلطه، مش بالغيب. هي مدرسه العرفان، من ايران طلعت، من زرادشت، موجوده بالانسان، وفينا انطوى العالم الاكبر. هون تقروها لانه لازم تقروها تتفهموا. لحو ابراهام لينكولن طلع بالكونغرس 1846، جون كينيدي طلع على الكونغرس 1946. 100 سنه فرق، شو هي ال 100؟ 99 بتغلي على ال 100، انتبهوا. ابراهام لينكولن رئيس 1860، كينيدي 1960، اثنيناتهم اشتغلوا بحقوق الانسان سيفل رايتس. اثنيناتهم نسوانهم نعم كانوا عايشين بالبيت الابيض، واثنينهم نسوانهم طرحت هن بالبيت الابيض. اثنيناتهم تقوصوا نهار الجمعه براسه. انتبهوا هلا اكثر. لينكولن سكرتري اسمه كينيدي، كينيدي سكرتري اسمه لينكولن. اثنيناتهم اساسينيتد، انقتلوا بناس من الجنوب. اثنيناتهم سكسيدد باي ساذرنز نيم، اثنيناتهم اجا من بعضهم من الجنوب اسمه جونسون. اندرو جونسون طلع سكسيدد لينكولن، خلق 1808. ليندون جونسون سكسيدد كينيدي، خلق 1908. كيف تركبت هالسر؟ كيف هيك؟ الحبيب محمد ركب الخلفاء هيك، 3 سنين 3 سنين 3 سنين كلهم بحرف العين هيك 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 هيك، تعمل التركيبه. يبقى يسالها للمره تجي تقول له اختي ما عندها حظ وهيك، شو اسمها يغيرها؟ احمد صار محمد. هيدا علم يا اخوتي، افتحوا باب العلم بقى ابدان واديان. قولي لي شو بعمل؟ جون ويلكس بوث هو اساسينيتد لينكولن، خلقان اللي ضرب لينكولن قتلوا 1839، لهارفي اوزولد يلي قتل كينيدي 1939. اثنيناتهم الاساسنز خلقوا نون باي ذير ثري نيمز، باساميهم الثلاثه، شو اسمك الثلاثي كلهم. اثنيناتهم اسامي تبعهم من 15 حرف. ناو هانج اون،
ظبط حالك. لينكولن واز شوت ات ذا ثياتر بواحد بمسرح اسمه فورد، قتلوه بمسرح اسمه فورد. كينيدي اتقوص بسياره اسمها لينكولن عملها فورد. لينكولن واز شوت ان ا ثياتر ان هيز اند هيز اساسين ران، يلي قتل لينكولن هرب القاتل تخبى بخزان وير هاوس، مطرح في مخزن. كينيدي قوص بالمخزن وير هاوس، واللي قتله هرب راح على المسرح. شوف كيف انلعبت كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيك بارادوكس بارادوكس. بوث واوزولد انقتلوا اثنيناتهم قبل ما مثل انفون سعاده، ما حاكموهم. And here is the kicker. A week before Lincoln was shot, جمعة قبل ما لينكولن انقتل، كان بمنطقة اسمها مونرو، اللي اسمها ماريلاند مونرو. A week before Kennedy was shot, كان مع مارلين مونرو. ومنكفي السر بكرة. Thank you.